موقفنا بوضوح كبير أن السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة عليه أن يستقيل. رأي حكومة اليوم ناقص 10 وزراء. هذا الرجل ذهبنا إليه بعد ما كلفه رئيس الجمهورية وجلسنا معاه وتحدثنا حديث طويل وقدمنا له وجهة نظره ومبادرة. قلنا له أنت تحب تعمل حكومة بتاع كفاءات، تفضل اعمل حكومة كفاءات، ولكن يجب أن يكون هنالك عقد بينك وبين الشعب. كان يتحدث للجميع أنه جاء للحكومة من أجل أن ينقذ البلاد.